قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بزيارة تفقدية إلى متنزه ومحمية دوحة عراد. وخلال الزيارة أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين قطعت شوطا مهما في تنفيذ التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وقال سعادة الوزير إن الوزارة اعتمدت سلسلة من المبادرات المساندة للخطط الوطنية الرامية إلى زيادة عدد الأشجار، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين المحليين والإقليميين بهدف تحقيق الأهداف، ومنها زراعة 110 ألاف شجرة قرم في المواقع المعتمدة حسب خطة التشجير في مملكة البحرين، وزراعة 140 ألف شجرة في الشوارع العامة والميادين. من جانبه أكد سعادة وزير النفط والبيئة إن مملكة البحرين اعتمدت مجموعة من المبادرات لإزالة الكربون، ومنها مضاعفة أشجار نبات القرم لأربع مرات، إضافة إلى حزمة من المبادرات المساندة للخطط الوطنية الرامية إلى زيادة عدد الأشجار، وكذلك توفير السياسات الداعمة للتشجير. وأوضح سعادة الوزير أن مملكة البحرين رسمت خطة وطنية شاملة لمشروع استزراع نبات القرم، حيث نجحت الخطط الوطنية لاستزراع القرم في إنشاء مجموعة من المشاتل الزراعية.